مرحبا بكم في عالم أمين مع رياكسيون جديدة. اليوم اخترت لكم نعمل رياكسيون على غناية متاع أكلة اللي هبطها ما عندوش برشا 8 سوايع هكاك. الغناية اسمها الليل ونهار. كلاي عنده مدة غايب على الساحة، ما عملش برودويات في الشين يوتيوب متاعه، عنده بريسك شهرين. آخر غناية عملها مش بيدي، عاملة 1,700,000 فيو على قناته الرسمية. بالنسبة لكلاي النمبر هذايا بصراحة شوية شوية بالكل بارابور الكاباسيتي متاعه والكاليتي. كلاي يعتبر من أقوى رابرات في تونس وفي المغرب العربي. نتفكروا كلاي مدة ما عندهاش برشا عمل تيتروات غير عاديين، كيما غد وخير، كيما برشا تيتروات، وتصدر الترتيب وتصدر التوندونس وتصدر التوب 10. نتفكروا الأغنية الأولى الثانية الثالثة كلاي بي بي جي من دون مناسبة. في معناتها في برنامج 360 درجة قبل، واللي هو توا ولا 90 درجة. إن شاء الله كلاي يرجع للريتم هكا والنجاح الكبير هكا، ونتمنى له الخير. نبداو في الرياكسيون على الأغنية الجديدة اللي هبطها كلاي بي بي جي، ولا كلاي كما كاتب في الشين يوتيوب متاعه. ليل ونهار. نبداو نحكيو على الفيديو كليب. فيديو كليب كلاي حب ما يظهرش برشا في الفيديو، ظهر سيكونس بالك. تفاهم مع برشا عباد كبار صغار بنات ولاد من الكرم ومن باب جديد. برشا عباد قعدوا يعاودوا في كلام كلاي، وكلاي ما يظهرش في الصورة. الفيديو كليب نواري بلون بالنسبة لي أنا مدروسة الحكاية، حيت الغناية اسمها الليل ونهارو نواري بلون سامبل على الاخر. وزيد مع ثنائية الخير والشر، كلاي وبرشا عباد يمثلوا الخير، وثم برشا شر مع في مجتمعنا. الناس اللي تنافق وتغدر وتلوج على المناصب والحكاية كي الكل. هذا بالنسبة للفيديو، فيديو باهي وسامبل وكاليتي باهية. ان شاء الله نتمنى من كلاي يعمل بكاليتي ما احسن وجه خير ان شاء الله. بالنسبة للحن ولا الريتم متاع الاغنية، ريناه كان على الاول، هزنا الجو ليرن بي النيو سكول، حاجة خفيفة هكا باهية كان. مي صارت النقلة وصارت القدحة وقت كلاي بدا يغني، رينا الريتم ولا سريع برشا، غناية ريتميك. وكلاي معروف عاد بالتكنيك متاعه ويسرع في الريتم، عنده حاجة سامبل على الاخر. ورينا بعد في الغناية كاملة، رينا مع جيتار، رينا بيتات معروفين، رينا ديزيفي، والحكاية تتبدل مرة كل مرة كيفاش، مرة مع بعضها ومرة كل حاجة وحدها. اللي انتو في الأغنية، وثم رفران باهي زادا، رفران صغرو باش ينجح. تعود مرتين في الأغنية، معناتها ستركتوري بيان الأغنية، تراك رفران تراك رفران وتكمل الأغنية. يعني الريتم كيما نقول نجم نقولو ار ان بي، ومع الكاباسيتي متاع كلاي اللي هو هيب هوب وراب كلاسيك، عملت فيزيون باهي برشا وغنية ناجحة. ان شاء الله نتمنى توصل للتوندونس وتعمل نومبر دو في كبير، حيت غنية تستحق. هذا بالنسبة للوديو ومعناتها والريتم متاع الغنية. نمشي والمحتوى الغنية، كلاش حب يقول لنا في الغنية هذه. الغنية حسب ما نجم نصنفها انا ايجو تريب، غنية ايجو تريب، يمدح في روحه كلاي وعنده علاش، ويتم في برشا عباد، ناس ما تستحقش، ناس ما تمشي في المستوى، ناس اللي تنافق اللي تغدر اللي معناتها تلوج على مصلحتها، الناس اللي تقفف الحكاية كي الكل. ورينا كلاي معناتها يوري الفرق ما بينه هو وما بين برشا عباد اخرين. قلنا ايجو تريب، وكلاي في الكلمات متاع الغناية
يحكي على روحه كهو ويحكي على العباد الاخرين، ما انا حسب ما فهمت انه ما يحكيش على روحه كهو. ديجا في الفيديو كليب ظهر برشا عباد من الكرم من باب جديد يقول صحيح احنا انا هكاكا وبرشا عباد كيفي هكاكا، وعمل الفارق ما بيناتهم. هذه بالنسبة لي انا. الرفران كما قلنا الرفران باهي عامل مرتين، اللي هو معناتها نقولوا هدف الأغنية وش حاب يوصل كلاي، الفرق بيني وبينك بيني وبينهم الليل نهار وليل، معناتها هي الأغنية هكاكا، معناتها هكا هو الرفران. وزاد قال في الرفران كون احنا ما نستناو حد نبداو من الزيرو نتطور ونتحسنوا، وما نستناو حتى ما نستناو حتى مزية ولا مزية عربي كما نقولوا. هذا معناتها بالنسبة لكلاي وهذا اللي قالوا، وقارن عباد أخرين كونهم يقفوا معناتها يجريوا ورا عباد باش يوصلوا لمناصبهم ويوصلوا للي يحبوا عليه. أكيد كلاي يعطيهم الضرب وكل شيء مع الآخر. الناس هذه الفئة اللي ربي يهديها كما نقولوا كو معناتها. هذا بالنسبة للرفرة. وزاد عجبني مقطع برشا من المكتب، نخدم نتعب، عرفتوا الكلمات، نتعب نخدم نلقى معناتها، وما يهمني في حد ما يهمنيش اني نفوت فلانة ولا فلان. الأوبجيكتيف متاعي اني نحب نوصله ونوصله بالخدمة والاجتهاد والتعب. ميساج قوي برشا من كلاي، ميساج ريسو، ميساج باهي برشا موجه لبرشا عباد. حاسيلو انا عجبتني هذا الكلمات. دونك نعطي الصحة كلاي على البرودوي هذا المزيان اللي هبط المارشي التونسي. ميرسي، ونتمناه ينجح ونشوفوه في التوندونس ان شاء الله. ونستناو كلاي في مع اعمال جديده وبرودويات جدد. وحسب ما سمعت انا ما عنديش برشا مع انترفيو كلاي مع هادي سعيم في موزايك، قال استناوني في 2019 وفي اجواء الانتخابات باش نعطي الضرب للسياسيين ووعودهم الزائفه. نستناو الضرب والكلاش للسياسيين. دونك نتمنى النجاح لكلاي والبرشا رابرات التوانسة، ونتمنى أي واحد يحب يخدم هكا الفن ويحب يوصل، وربي معاكم وإن شاء الله في رياكسيون جديدة وفيديو جديد من عالم أمين. إلى اللقاء.